بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيفكم يا بنات؟ إن شاء الله طيبين، إن شاء الله كلكم مبسوطين. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقكم خير السعادة وخير الرزق يا رب العالمين. إن شاء الله دائما تكونوا مبسوطين ودياركم مليانة بالسعادة والرزق يا رب العالمين. أنا مبسوطة شديد لأن التفاعل في القناة، الحمد لله كومنتاتكم حلوة وبتحفزني شديد إنه أنا أنزل لكم فيديوهات عن المواضيع اللي أنتم بتقترحوها. أنا بحب جدا النوعية من الكومنتات، فالبنات اللي بينصحوني سواء كان في اللبس سواء كان في كل شيء، أنا يعني زولة بتقبل أي شيء، يعني بتقبل الكلام الطيب، بتقبل النصايح، بتقبل أي شيء. فما عندكم أي مشكلة، نصايحكم فوق راسي. فجزاكم الله خير الجزاء. اليوم عاوزين نتكلم عن حاجة مهمة جدا يا بنات، فأحضروا الفيديو للنهاية إن شاء الله يمكن تستفيدوا منه. تمام، اليوم عاوزين نتكلم عن غرف نومنا. طيب يا دلال، غرف نومنا دي غرف خاصة، يعني المفروض ما نتكلم فيه؟ لا، أنا حديك نصيحتين حلوين كيف أنت تخلي غرفة نومك، يعني حتى لو أنت بيتك ضيق ما عندك مساحة، غرفة نومك واسع ممكن تاخدي فيه حاجات، يعني زي ما بيقولوا انه يكفي لك شوية من اغراضك. بس كيف بين نظام؟ انا حابة اتكلم شويتين في غرفنا، لانه الغرفة دي مكان راحتك، مكان راحة زوجك. فالغرف دي حاجة، يعني اهم حاجة في البيت غرف نومنا ومطابخنا. انا بشوف انه اهم حاجتين في البيت هو غرفة النوم والمطبخ. في ناس بيقولوا الصالون مكان الضيوف، ما بعرف شنو. لا، غرفة نومك أهم من كل شيء، ومطبخك عنوانك، يعني مطبخك دائما يكون نظيف وغرفة نومك يكون مرتب. فحابة أتكلم كلمتين للبنات اللي اتزوجوا جداد والبنات اللي حيتزوجوا، إن شاء الله الكلام يفيدكم. تمام، أنا حوريكم روتيني. أنا عندي يوم في الأسبوع بنظف النظافة دي، يوم في الأسبوع لازم. مرات بصادف إنه الروتين ده يكون نهاية الأسبوع، ومرات بصادف إنه يكون أول الأسبوع، بداية الأسبوع يعني. فحبيت أشارككم الروتين ده، بتمنى تستفيدوا منه، وبتمنى ممكن تكتبوا لي هنا آراءكم يعني في الكومنتات. أنا أول شيء ببدأ بالملاية، بغير الملاية، وغير يعني أنا بعرف إنه نظافة عن نظافة بيفرق، فحوريكم النظافة دي ما كل يوم. إذا أنا حسيت إنه الغرفة محتاجة نوعية من النظافة دي، بحاول إنه في الأسبوع تاني، يعني لو حسيت إنه، لأنه ما بحرم أولادي إنه هم مثلا أبوهم في الغرفة يجوا قعدوا معاه، لأ ما عندي كلام زي ده. بوريهم أوقات مخصصة، تعالوا قعدوا معانا ما عندي مشكلة، أوقات مخصصة لأ، غرفة نومك شيء خاص بيكي، لازم يكون نظيف، لازم يكون مرتب، لازم يكون مهذب، أهم شيء إنه ريحته تكون حلوة. أنا حوريكم طريقتي، وإنتوا تكتبوا لنا طريقتكم في إنه بتخلوا غرفكم نظيفة يعني مرتبة كيف. أهم شيء يا بنات السرير والأدراج اللي بيكون بالأطراف، أطراف السرير. أهم شيء إنك أنت تنظفيه، يعني إذا أنت عاوزة غرفتك تكون نظيفة وبيظهر عليه النظافة، أبدي بال يعني شايفين، أنا حتشوفوا أنتوا في الفيديو، أنا حتكلم بس حنصحكم أنتوا تابعوا الفيديو والنظافة. تمام، لازم الأدراج والسراير دي تتنظف أقل شيء مرة في الأسبوع. أنت حتقولي أنا غرفتي قدر ما أنظف أصلا ما بيظهر فيه الوساخة، عشان انت ما قاعد تنظفي الحاجات الأساسية. يعني انت ممكن تكنسي، تفرشي ملاية، تمسحيه وتطلعي. لا، إذا عاوزة غرفتك تلمع ويكون أول ما زوجك يجي داخل مثلا راجع من الشغل، أول مكان حيدخل فيه غرفته، لأنه عنده غيار، عنده حمام، عنده عنده عنده. تمام، خلي يعني يكون نفسيا يكون مرتاح أول ما يدخل الغرفة. اللي أنا أعمل كذا هو يعني شنو؟ أنا يكون نفسيا مرتاح، يعني إذا هو نفسيا ارتاح انت حتكوني مرتاحة، لانه اكيد اذا هو لقى مكان راحته نظيف ومرتب ومهذب اكيد ما حينكر لك جميلك، انت حتكوني مبسوطة. بس انا ما عارفة حوصل لكم المعلومة دي كيف. هو يعني حيكون مبسوط ومتكيف انه دخل، رجع من الدوام دخل في غرفته ريحته حلوة، يعني يستاهل انه انا اتعب، او هي تستاهل انه انا اتعب واسوي لهم واجيب لهم، لانه هي يعني بلقى اموري تمام. فهمتوا علي؟ فدي حاجة بسيطة ما بيكلفنا شيء وما بياخد من زمننا شيء، بالعكس ده الشيء بيكون نوع من سعادتك، من سعادة زوجك، من تقديره لك بكل البيت. لكن الغرفة دي خاصة، أنا بعرف إنه في ناس بعد فترة من الزواج أو مثلا سنة سنتين ثلاثة، الغرفة دي بيكون خلاص ما بعرف في شنو بيجاي، وفي شنو بيجاي، وفي كراتين بيجاي، وفي ما عارفة دولاب أطفال بيجاي. لا،
حتى اذا انا هسه غرفتي حوريكم فيه شنو، فيه حاجات كثيره لانه غرفتي واسعه. احنا بنحب يعني الحمد لله افكارنا قريبه من بعض، تمام؟ يعني بنحب انه حاجاتنا تكون قريبه مننا، حتى الاطفال حاجاتهم تكون يعني كل واحد يكون عنده خصوصيه في البيت، تمام؟ انا غرفتي فيه حاجات كثيره لكن شنو مرتبه، يعني مرتبه كل شيء في مكانه. انا ليا خلاص خاش على 10 سنين من الزواج، ان شاء الله يا رب العالمين ربي يسعدكم ويسعدنا يا رب العالمين، بيوتنا دائما تكون عمرانه بالخير والسعاده والبركه يا رب العالمين، ما في بيت خالي من المشاكل، ما في بيت ما فيه امور جايطه، ان شاء الله ربنا يعدل كل امورنا واموركم يا رب العالمين، ويبعد عننا وعنكم الحاسدين والحاقدين يا رب العالمين. احفظوا بيوتكم، اسعدوا ازواجكم واسعدوا نفسكم، غرف نومكم دي خلوا مكان كذا يعني ما اعرف اقول لكم شنو. فدايما من فتره لفتره انت بتكوني محوشه قروش خدتوها، القروش اللي انت خدتوها دي ما عارفه، دايما الحاجه لما تخرج تقول حصرفه في الخير، ما تقولي مثلا انا خاله القروش ده لليوم الاسود، لليوم الاسود حتصرفي في اليوم الاسود، قولي انا يعني الحاجه دي خدتها عشان انبسط به، عشان بعد فتره بسيطه اعمل به حاجه يبسط نفسي او ابسط زوجي ابسط اولادي. دايما الناس بيعملوا الذهب بيقول احنا عملنا الذهب لوقت الحوجه، وفعلا الذهب ده حتمشي تصرفيه في وقت الحوجه، لا اتفائل خير، التفاؤل ده حاجه حلو شديد، تمام؟ فغرف نومكم دي يا بنات الله يرضى عنكم الله يسعدكم، يعني اهتموا بها. حتى اي واحدة بعد ما تحضر الفيديو ده اذا حسيتي انه عندك تعديلات في غرفتك ابشري، قومي الصباح او المساء وقت ما تكون عندك فراغ نظفي ورتبي، والملايات الجديدة اللي انتو بتخطوها في الدواليب بتحت واللي بتملوها في الشنط اسعدي به نفسك واسعدي به زوجك. عاوزة تسعدي منه الضيوف، الضيوف دول بيجوكي في السنة مرة في السنتين مرة، الحاجة السمحة اعمليها لنفسك ما تعملي للناس، الناس كمان ايوة اعملي لهم لكن اعمليها لنفسك، تمام؟ انا هنا حابة اوريكم عندي الطاولة دي، شايفين منظره كان براون وما حلو، فدايما لما افرش مثلا الملاي يكون فيه لون بالذهبي او لون بيج او كده بفرش فيه وباخد فيه اسناكات، يعني مثلا فواكه مجففة تمر، مثلا بكون عاملة ينسون، بكون جايبة حلويات، يعني اسناك يعني في الغرفة بخليه، تمام؟ الاولاد زي ما وريتكم في فيديوهاتي حتى في غرفة العابهم بخلي لهم اسناكات، دايما بعمل بسكويت ينسون، بعمل بتيفور، بعمل حاجات زي دي بخليه قاعد في الغرفة، وبرضو ابوهم بيجيب لهم يعني الفواكه المجففة والحاجات زي دي، تمام؟ لانه مثلا دايما الواحد بيكون بالنهار او بالليل او كذا بتكون عاوزة تاكلي يعني عاوزة تقزقزي، تمام؟ بخلي لهم جنب يعني قريب منهم. وبعد ده الغرفة دي فيه السرير وفيه التواليت وفيه الأدراج، وحوريهم في عندنا الدولاب اللي هو طوالي فوق منه التلفزيون، ده ما دولاب ده يعني احنا جبناه، أو صراحة محمد جابه للجزامة، فيه أحذيتنا الله يكرمكم، والأطفال برضو مخصصين لهم جزامتهم بأحذيتهم وكذا. فأبوهم بيعلمهم إنه يعني حتى الأحذية تكون مرتبة، تمام؟ الترتيب دي حاجة حلو وحاجة حلوة شديد، والنظام يعني بريحك. فالتواليت يعني ما تقولوا لي تواليتك دان قللي، انا ما بحب اقلل الحاجة من فوق التواليت لانه شنو بحب اتمسح، يعني كل ما امشي التواليت حتذكر انه عندي حاجة، لكن انا لو خديت من جوا او مثلا تحت الدرج او في الجرارات صراحة ما بتذكر وبنسى انه انا جبت شنو، عشان كده بخلي كل حاجاتي فوق التواليت، كل كريمات الترطيب تفتيح اي شيء بخليه فوق التواليت، فكده بكون مرتاحة. يعني كان من امكاني انه انا ادخل الحاجات دي تحت واكون فوق التواليت يكون فيه حاجة بسيطة كده وخلاص، لا 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 انا بحب الحاجة تكون كده قدامي عشان بس يعني بخليه مرتب، ما بجوض وبخليه مرتب، تمام؟ غرف نومكم دي يا بنات هو مكان راحتكم، ما بعد ما تولدي تجيبي ولد ولدين خلاص، لا ما خلاص بالعكس جددي حياتك عشان حتى عشان زوجك ما يمل، جددي حياتك غرفة نومك دي حبيه، مهما كان المشاكل بينك وبين زوجك ما خلاص في مشاكل لكن بترجعي تكون عادية، عشان كده غرفة نومك ده خلي مكان مهذب رايق مرتب نظيف ريحته حلوة أهم شيء الريحة، تمام؟ هذا جزامة هو ما ظاهر عليه جزامة، كل من فترة لفترة بنظفه برتب الأحذية، وتاني بخلي يعني بقفله، ففوق منه خدت فيه حاجات اللي هو ورود وحاجات زي دي يعني عشان المنظر ما يكون ما حلو، تمام؟ هنا اللحزة وقعت منه كده فما علينا ترتب،
فيا بنات، انا كنت عاوزه يعني اقول لكم كلمتين حلوين في نظافه الغرفه. زي ما وريتكم تنظف الاساسات اول، اليوم اللي بتنظف الغرفه امسح راس السرير، الادراج، امسح التواليت، اطراف التواليت، وزحزح الحاجات. اهم شيء انك انت تزحزح. نحن لو في الاسبوع كامل يعني خليناه بدايه الاسبوع ونهايه الاسبوع، حنلقى تحت السراير او اطراف السراير كلها ما عارفه، ذاته ما عارفين بيجي من وين الوسخ. فالوسخ لابد منه، احنا اصلا بننظف عشان يوسخه وينظف تاني. فحاولوا انه غرفنكم دي تهتموا بها يا بنات. انا ما بقول الكلام ده عشان ازواجكم، لا، انا حتى بتكلم عشانكم انتوا، عشان تكونوا مبسوطين، عشان تكونوا مرتاحين. انا اولادي ما بقول لهم لا، يعني حتى لما يجوا ابوهم لما يرجع من الشغل هم بيكونوا مبسوطين جدا، عاوزين يقعدوا معاهم. فعندنا زي كنبة كده، كنبة صغيرة خاتينها، وعندنا ثلاجة صغيرة في الغرفة. ما تضحك يا جماعة، لكن احنا بنحب كده انه يعني حاجات تكون جنبنا، يعني مثلا بنخد فيه موية، بنخد فيه حتى زوجي لو عنده أدوية ولا حاجة بخليه هنا في الثلاجة الصغنونة دي. فمريحة جدا، مريح شديد. يعني انا ما عارفة اقول لكم شنو، لكن عيشوا الحياة. الحياة دي مرة احنا ما عارفين حنعيش فيها قدر شنو، عيشيها بنظام بسعادة. انا ما هيوفر وفري القروش كمان لازم يتوفر، وفري، لكن شنو، شوفي بس، شوفي الحاجات اللي ممكن تسعدك اللي لازم تكون متوفر، يعني متوفر في بيتك اعمليها. انا بعرف انه كتار يعني بيقول عشان بكرة، حتى بكرة بيجي بخيره، خليكي عندك امل دايما انه بكرة بخيره. فانا في انه الغرفة تكون ريحتها حلوة، بعمل شنو مثلا النظافة، المسح بنظفه بمسحه مرتين، المسحة الأولى اللي هو بشيل المترب وبشيل الوسخ وبشيل إذا في عصاير أو شيء يتدفق من الأطفال وكده بمسحه. المسحة الثانية، المسحة الأولى بيكون فيه كيلوروكس مع أي معطر لأنه ريحة الكيلوروكس قوي شديد. المسحة الثانية لما أجي أمسحه مرات باخد شوية من نقاط، شوية من المسك. اول ما اخد نقاط المسحة الثانية اكون خلاص عاوزة امسحه، بولع البخور لانه ريحة البخور مع الرطوبة بتاعت المسح وكمان الريحة المعطر اللي انت حتخدت فيه بيمسك في الغرفة، يعني ممكن اقول ليكي لحد لليوم الثاني. فدايما مرات باخد مسك، مرات باخد شوية من الصندلية ما كتير، واكتر شيء اكتر شيء باخد داوني لانه الداوني بتاع الملابس ريحته جبارة في النظافة، تمام. وكمان مرات بخط السريتية بخط لما أكون عاوزة أولع مثلا صندل، بخور الصندل مع السريتية بيعمل ريحة قنبلة في الغرفة، الريحة بتكون رهيبة. وطوالي بقفل الباب لحد ما زوجي يرجع من الدوام باب الغرفة، إلا مثلا أكون محتاجة شيء بشيله وبطلع، لكن ما بخليه مفتوح. حتى الأطفال عودتهم باب غرفة بابا ما يكون مفتوح إذا هو ما في، هو موجود أوكي، ما في خلاص كل واحد فيكم عنده مكان. هنا أنا كنت خلاص نظفته مسحته، وكمان مولع بخور بس عشان ما يعمل لي كده شنو أقول لكم، بيكون الشاشة ما تمام لما أكون قاعدة أصور، أيوة بيكون كده. فكنت خدته هناك بالجهة الثانية جهة الدولاب، فمع المسح وكده الريحة خلاص بتكون ثابتة في الغرفة. بخرت في البداية ببخور الصندل اللي عملته، عندي فيديو نزلته ليكم. وهنا هو الطاولة بتاع السناكات، تمام. والتلاجة يعني هو ما بيظهر فيه تلاجة، أخذت المصلاية فوقه وفي شوية موية وحاجات زي دي. ودي الجزامة ما بيظهر فيه إنه هو جزامة، لكن أخذت فيه الإكسسوارات بسيطة. الكرسي خالين عشان الأولاد مرات بيكونوا حابين يقعدوا ومرات حابين ينططوا، فبخليهم براحتهم. السرير كده خلاص فرشته ورتبته. الملايات ما شرط نشتري ملايات فخمة، ملايات أسعار بس اللهم حاجة تكون ذوق. يعني أنا هسه ملاياتي أصلا أغلبهم بجيبه من السودان، أمي الله يديها العافية بترسل لي من السودان. بس حتى لما نشتري من هنا ما يعني ما بيشتري اللي هو الملايات اللي بتكون ب200 درهم 300 درهم، عادي بيشتري بكام 30 كام 40، لكن شنو الألوان تكون حلوة شوية. هنا كان خلاص شايفين شكل الغرفة. هنا لحد اليوم الثاني ممكن ما أنظف لأنه بيكون نظيف ومرتب والريحة بتكون ماسكة، تمام. ده كان روتيني في الغرفة، وغرفة الأولاد ما كان عاوز شيء، كان نزلت لكم روتينه قبل يومين ولا يوم ما متذكرة، بس كان عاوز مسح. كنت لميته الصباح بعد ما طلعوا للمدرسة، فكمان دايرة أنصحكم بقومة الصباح جربوها يا بنات. بعد ما الأولاد يطلعوا من المدارس ما ترجعي تنومي كل يوم، أنا ما حقول لك يوميا، ما كل يوم، أكسب زمنك. يعني
اكسب زمنك في الصباح، يعني كونك انك انت تخلصي امورك بدري، ده شيء يعني مريح جدا. فزي ما بيقولوا الحركة بركة، والنوم بيجيب اللوم، والكسل ما حبابه. تمام، انا كنت خلصت غرفة الاولاد وغرفة محمد، قفلته، وبعدين جيت هنا في الممر خدت لي جهاز تحت الستاند، الجهاز بيشفط الرطوبة من البيت. إذا هو ظبط وبجد بيشفط الرطوبة من البيت حصوريكم وحوريكم، فإذا هو ما ظبط برضه حكلمكم في فيديو من الفيديوهات. فده كان روتين اليوم، بتمنى الفيديو عجبكم، وبتمنى تكونوا استفدتوا، بتمنى انكم تهتموا بغرفكم. انا بس كنت حابة لازم اوريكم انكم انتوا يعني ما تهملوا غرفكم، ما تقلبوها مخازن، ما منظر، وما يكون فوق الدولاب كل شنط، وما بعرف تحت بالاطراف جايبين شنو. الحاجة دي ما حلوة خالص. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، بتمنى يعني تطبقوه، وبتمنى تقوموا على غرفكم ترتبوها تنظفوها. بعد ما خلصت من الغرفة حبيت اعمل لهم، لانه كان بداية اسبوع، حبيت اعمل لهم كل زول اعمل له الشي اللي هو بيحبه. الاطفال بيحبوا مكرونة بشاميل جدا، عملت لهم البشاميل. حبيت هنا اوريكم قوام البشاميل بيكون كيف. طبعا كلكم عارفين البشاميل بحمص لي دقيق، في شوية سمن مع الزيت، وبطفيه بحليب، شوية مرقة ومعاه ملح، وممكن مرات باخد عليه توم، وكمان شوية من الجبن السائل. اكيد كلكم بتعرفوا طريقة البشاميل وطريقة المكرونة بالبشاميل على السريع، يعني ما اخذ من زماني كتير. خلصت النظافة، جيت على المطبخ وعملت لهم سلطة فواكه. يعني السعادة دي حاجة بسيطة صراحة. حتى الناس اللي بيعقدوا انه امور الازواج وما بعرف نكديين، ايوه هم نكديين صراحة، ما اكذب عليكم، بس يعني ما تخلي حياتك دايما نكد. الرجال دول بالمناسبة طلباتهم ما كتيرة خالص، نظافة وأكل وعدم كلام كتير. أي ما هو حاجة دي ما سهلة، خاصة الكلام الكتير. فبس بتمنى 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 يا بنات تحبوا نفسكم، تحبوا بيوتكم، رتبوا أمور حياتكم، ما تنتظروا إنه حد يسعدكم أو حد يقدم لكم السعادة. اصنع السعادة لنفسك ولبيتك براكي، لأن السعادة دي ما حاجة تقيلة، ما حاجة جبارة، حاجة بسيطة جدا. فبتمنى بتمنى جدا يا بنات انه بعد تستفيدوا من فيديوهاتي. اكتب لي في الكومنتات انه الفيديو الجاي يكون عن شنو. انا بنبسط جدا لما البنات يقولوا لي نزلي لنا فيديو عن الحاجة دي. فواحدة سألتني انه علاقتي مع اولاد زوجي وكده، علاقتنا الحمد لله علاقة محفوظة جدا جدا. اليوم اللي بعمل فيه روتين في يعني اعمل روتين في غرفتهم، اكيد حتكلم لكم عن الموضوع ده يعني بشكل عام، ما بشكل خاص، حتكلم لكم عن الموضوع ده بشكل عام. الزوجة الثانية والاولاد، وهل الحياة بتكون كيف. ان شاء الله ان شاء الله حنزل لكم فيديو وحتكلم بشكل عام من خلال تجربتي، يعني حتكلم عن الموضوع ده بشكل عام. تمام، واذا عندكم اي مقترحات لاي فيديوهات اكتبوا في الكومنتات زي ما وريتكم. بتمنى الفيديو عجبكم، اذا اول مرة يعني تحضر الفيديو اشتركوا في القناة، ولايكاتكم بيسعدني جدا، ربي يسعدكم يا رب العالمين. وكمان ممكن تشيروا اسم قناتي لصديقاتكم لاخواتكم، الكل يستفيد. وانا اكون مبسوطة بمروركم الطيب دايما يا رب العالمين. ده كان فيديو اليوم، كل يعني بعد الكلام ده كله الشيء الوحيد اللي هقوله لكم انه اصنعوا السعادة لنفسكم براكم. ما تنتظري زوجك يسعدك، ما تنتظري اختك تقدم لك السعادة. في الزمن ده كل واحد مشغول بنفسه، ما في حد فاضي لك اصلا عشان اقول فلانة دي اشوفها، ما لا اشوف فلانة دي اساعد، ما في حد هيساعدك. الناس دي كلها مشغولة بنفسها، فانت حاولي انك انت تشغلي نفسك يعني بسعادتك وسعادة اسرتك. تمام، ده كل المطلوب. يا رب يا رب العالمين، انا دايما يعني في ظهر الغيب زي ما بقولوا بدعي لكم. كل واحدة في القناة معاي رب العالمين يسعدها، رب العالمين ما يوريها مكروه في حياتها ولا في اولادها ولا في بيتها يا رب العالمين. ان شاء الله بس ما اكون طولت عليكم وكلامي ما يكون تقيل عليكم، فيا رب دايما تكونوا مبسوطين وبخير وسعادة. ان شاء الله اشوفكم قريب في فيديو تاني، مع السلامة.